بوينت بغلطة كتير صغيرة خسرت كل شيء. شو اللي شجعك على قبول هيدا الدور؟ ليك هو اتس لايت كوميدي للعائلة ذاتس ات. يعني منه هالفيلم يلي عم يطلب بيرفورمنس من الممثلين ولا انه هالفيلم يلي عم يحمل رسائل كرمال المجتمع. اتس لايت موفي اتس لايت فاميلي كوميدي لتس ليت العائلة ذاتس ات. انا اول شيء كثير مبسوطه اليوم لانه اول مره بيجي بحضر افان بريمير لإلي. مرحبا لي مرحبا لي حضرتك. المشاهد تبعولي بأثروا فيي كثير وعملتهم وهدول حقيقيين مش تمثيل. هيدا الشيء الوحيد اللي بدي اقوله عن دوري. هي فكره المخرج عماد الرفاعي اجى طرحها علي. هو مخرج شاب بعده هلا منطلق. سمعت الفكرة تحمست وعشان هيك أعطيته الفرصة إنه يعمل هالفيلم. فيلم فكرته كتير جريئة لأنه ما انعملت قبل بالوطن العربي، انعملت كتير بأمريكا إنه one of the main characters يكون كلب، فهذه كتير صعبة تصويرها. دربنا الكلب لمدة 4 أشهر وإن شاء الله هتكون نتيجة حلوة. فيلم لكل عائلة وبنصح الكل يحضروه حينبسطوا فيه. أكد إنه مش مهريين ما يغشك. مش إلك هيدا بدي أرميها بدي أرميها. سنتيا بداية شو اللي خليك تقبل الدور بماكس وعنتر؟ بداية قبلت الدور لأنه حبيت الكلب عم بمزح. قريت النص طبعا ولا فعلا كلب له دور كتير كبير كان بالفيلم لأنه رح يكون مثل أتو جديد الناس مش شايفينه قبل ورح يحبه. يمكن هو رح يجيب عالم أكتر مني ومن إلي لأنه رح يجوا يشوفوا كيف كلب مدرب عم بيمثل بفيلم لبناني لأول مرة. أنك منتبه لأ بيت ملخم ماكس اجى على لبنان هو وكلبه واشتغل سيكيورتي وصارت تتطور الاحداث. فيلم ماكس وعنتر فيلم عائلي اكيد رح ننبسط فيه بعد ما نشوفه هلا، وبتمنى انه يلاقي كل النجاح لان هيدا الدومين وهالفن عم ببلش يتطور بلبنان، عم بيصير في جمهور للسينما عم تقصد وعم بيكون في اكثر من الافلام بالسنه الوحده وبالسيزون الواحد. قادر يا بيك ما تقول بيك ماشي يا جغل بيك احسن حياتنا يا رعا بركاتك يا ام ابراهيم. بحب اقول انه انا بشجع حيلا فيلم لبناني وجاي بالمبدا لانه هيدا فيلم انعمل مثل كل فيلم لبناني بينعمل بحب وكاست لذيذ وجاي شجع الي متري لانه صديق كثير عزيز واول حدا مثلت معه بمسيرتي. ألا تخاف من الله يا بلا ضمير؟ ده شو الحكي؟ مصروف ريق. بدي أقول لهم مبروك إن شاء الله دايما هيك بالنشاط والحماس والإيمان بأنه نحن لازم نبتدي نعمل أفلام لبنانية ونبتدي نقول للجمهور اللبناني تعوا على السينمات احضروا فيلم لبناني مع ممثلين لبنانية نص وإخراج وإنتاج كل شيء لبناني. عم أقول لك أنا كلبه 60 كلب. طيب أنت القدرة. بداية شو بتقول اليوم للقائمين على فيلم ماكس وعنتر؟ يعني مثل العادة بنشجعهم ببلد لا في رئيس لا في مصاري ما في شيء في سينما يعني هيدا شابو باب بصراحة سو بنشجعهم بنقول لهم إن شاء الله يا رب يلاقوا وجه الخير لحتى يكون عنده نفس يرجع ينجو مرة ثانية لأنه أنا متأكد إذا ما مشي حاله هيدا الفيلم وما جاب مصاري بده يوقفوا هيدا الشركة اللي كانت عم تنتج تقريبا من الشركات الأولى اللي كانت عم تنتج بعدين ما بقى بدهم ينجوا. طلب منا